طيب انت صريح يا كابتن؟ جدا بشكل عام صريح؟ جدا على حسب، جدا. جدا بس على حسب، يعني مش لا لدرجة ان انا لا يعني مش اخبر جدا على حسب بقى، يا جدا يا لا مش صريح. والله، يعني صريح ربنا يستر. طيب في الفقرة دي هسألك أسئلة وهتجاوبني عليها كلها بمنتهى الشفافية والصراحة. ماشي. بصراحة، لو المدير الفني قرر وجودك في الاحتياطي لمدة موسم كامل، هتوافق ولا لا؟ بصي، هي عايز اجابه صريحه، طبعا. هوافق لو انا حاسس ان اللي بيلعب احسن مني، ودي يعني مش ودي نادرا لما لعيب بيحسها، لانه دايما انتوا في بص الاغلب حاسين ان انتوا احسن حاجة. ده طبيعي، وانا لو ما غيرتش على مكاني وحسيت ان انا احسن من اللعيب اللي بيلعب يبقى انا عندي مشكله، يبقى انا قابل ان ابقى رقم اتنين، ودي في حد ذاتها دي حاجه تنقصك ما تزودكش. لكن في الاول في الاخر اقبل او لا، مثلا ممكن ابقى راجع من اصابه حد ركب مكاني، ساعتها لازم تقبل ان هي لا انا الكوره بتكلم لو انت عامل اللي انا عليك جاهز وهو وجاهز جاهز، وتمام، ما اقبلش، ما تقبلش. ما عنديش انا يعني ما عنديش ثقافه ان اقعد غير لو حد اجمد مني او حد راكب انا رايح عليه، دي حاجه تانية. يعني رايح على لعيب راكب اوريدي في مكانه وماشي كويس وماشي، ما فيش مشكله، حتى لو انا رايح الحمد لله لعيب واقف على رجلي، بس اللي قدامي سابق وراكب بستنى انا دوري، ده طبيعي في الكوره. لكن انا وهو مع بعض وانا وهو واقفين على رجلينا، لا ما اقعدش لحد ان شاء الله. يعني لو هتختار حاجة تغيرها في شخصيتك هتكون ايه؟ حاجة في شخصيتي، وانا عندي مشكلة ان انا باجي على نفسي، يعني حتى مع النادي باجي على نفسي، ممكن ابقى مصاب والعب، عندي مشكلة حتى باجي على نفسي عشان بره، لا بس يعني مصاب وتلعب دي احنا كلنا في شغلنا بيبقى الموضوع انه احنا عايزين نتواجد او بنخاف على شغلنا. انا عايز ابقى مصاب والعب مع المنتخب، لكن في مدير فني يخاف عليك طبيعي، دي ومدير لا. حاجة دي حاجة مش بتيجي على نفسك، دي فرصة. ما انا بقول لك، بس في مدير فني ممكن يجي عليك ومدير فني لا. في اوقات انت بتبقى في الكوره ولاعيبه الكوره تبقى عارفه الحاجات دي، بتبقى في الكوره راكب والدنيا ماشيه كويس، بس في وقت انت بتبقى تعبان محتاج الراحه دي ما بتعرفش تاخدها، فاهمه؟ فهو عموما فكره ان انا اجي على نفسي عشان حاجه دي عندي انا مبذر فيها قوي، فدي اتمنى ان انا اعرف احد منها شويه لان انا مبذر قوي في الموضوع ده. صراحة امتى اخر مرة عيطت؟ بطولة افريقيا بسبب كورة؟ انا ما بعيطش غير بسبب الكورة اصلا، ما بتعيطش في العادي؟ لا يعني انا عموما ما بعيطش، لكن هو الكورة هي اللي بتتحكم في المود. يعني بقى فقرة الصراحة، بصراحة لو وصل لك كلام ان حد في فريقك بيتكلم عليك من ورا ظهرك كلام مش كويس، هتروح تواجهه ولا هتتجاهل؟ لا بتجاهل، عشان حصلت في الفرقة في التيم هنا واتجاهلته. انت مش من النوع اللي بتواجه؟ لا مش فكرة اواجه، خلاص انا يعني انت بتبقى قريب مني وبتتكلم، خلاص ما تلزمنيش بقى، خلاص خد كتف بقى، كتف قانوني بقى، خليك جنبي، خد جنبي بقى مني بس مش شوية. بتروح طيب تتأكد هو قال كده ولا لأ؟ لا بتأكد الأول، وبعدين ولما بتتكلم، بتأكد خد كتف بقى وريح شوية، واقعد بقى اسند ظهرك بقى، فاهم الموضوع كده؟ المرة الجاية اسند هغلط ظهرك فيك، واتفرج. عشان ما اغلطش فيك بقى. صراحة، مدرب كان نفسك تتدرب معاه وما تدربتش معاه؟ مصري؟ اه هو أنا اتمرنت مع مدربين كتير أوي مصريين كويسين جدا، اتمرنت مع كابتن طارق، كابتن ياسيني، كابتن علي ماهر، كابتن حسام حسن، مع اني ما لعبتش مع كابتن حسام بس استفدت منه كتير، بس ممكن كابتن ايهاب جلال، كل اللاعيبه اللي لعبت معاه اتكلموا ان كابتن ايهاب جلال مدرب، كابتن ايهاب جلال عالمي طبعا. بالظبط، يعني طبعا بعيد عن شغله يعني اللي واضح طبعا، لكن اللعيبه نفسها بتتكلم ان هما هو نفسيا بشكل حتى شخصي بيبقوا مرتاحين معاه، فنفسي